بدأ يظهر عندي من سنة وخمس شهور أو تمن شهور. بدأ يطلع إن هو زي دمل بيطلع لوحده ويسيب مكانه. بدأ يطلع الأول في وشي وبعدين ظهري. مش بقدر أكل، مش بعرف حتى أشرب. كنت على طول لازم أستخدم شاليمو علشان أعرف أتعايش. يعني اسم المرض لبويد بروتينوزيس. هو الفكرة بتاعت المرض إن البروتين ناقص في البشرة بتاعت وشي وفي جسمي عموما. البروتين ده هو اللي بيخلي البشرة مشدودة، فعشان كده أنا بشرتي كلها تجاعيد. احنا لدكاترة كتير جدا، وكان معظم الدكاترة في الأول بيقولوا إن ما فيش علاج وما تدوروش. وفي دكاترة طبعا جربوا معانا أدوية زي ملطف أو بس مش علاج، هو مجرد بس بيعالج الجرح الموجود دلوقتي بس. كده الجرح مكانه موجود. كان معظم الدكاترة اللي قالوا لي هنجرب عمليات تجميل كانوا هم مش عارفين أصلا المرض ده إيه. عملت ريسيرش كتير جدا في مستشفيات برا مصر. كان الردود بتاعت الميلات اللي انا بعتها ان احنا محتاجينك انت تكوني موجوده، لان انا هعمل كذا تيست قبل ما ابدا كعمليه كامله. طبعا التكلفه عليا انا كبيره جدا. انا بخاف اخرج برا البيت، او مش بحب اخرج برا البيت، مع ان انا شخصيتي ما بتحبش تقعد في البيت ابدا. يعني انا بيجي لي اكتئاب وانا بقعد في البيت. بحب اخرج واسافر واعمل كل حاجه نفسي فيها، بس نظرات الناس بتضطرني ان انا خليني في البيت. انا الشخصيات اللي معايا بتكرهني ان انا انزل. يعني انا كنت مجبره انزل الكليه علشان الغياب وعشان المحاضرات. فانا بتعب طول ما انا ماشيه في الشارع لغايه ما بدخل الكليه. ففكره ان انا انزل حاجه جديده او احاول اعمل حاجه جديده اللي حواليا بيمنعني من ده.